يأتي هذا اليوم الدراسي الذي نظمه الديوان الوطني للأوقاف والزكاة في إطار الحملة التحسيسية التكميلية لصندوق الزكاة والخاصة بزكاة الزروع والثمار والثروة الحيوانية. هذا اليوم الدراسي هو يوم بين المزكين بأهمية زكاة الزروع والثمار والثروة الحيوانية وأثرها على الفرد والمجتمع، كذلك دور زكاة الزروع والثمار في تحقيق الأمن الغذائي. بالنسبة لهذا اليوم سبقته أيام تحسيسية، وستليه أيضا أيام بمشاركة الغرفة الفلاحية من أجل زكاة الزروع وزكاة الثروة الحيوانية، من أجل كذلك إعطاء دعم لهذا الصندوق الذي يعود بالفائدة على الجميع.